خلينا نروح نشوف أهم الأخبار المحلية في صحف المواقع. اليوم السابع أبو ريدة سأتقدم بطلب للكاف لمنح صلاح لقب أفضل لاعب بأفريقيا بدون تصويت. تمام من اليوم السابع آخر كلام اتحاد الكرة يتحمل راتب سلجادو بعد انضمامه لجهاز المنتخب. فيتو أجيري للعب المنتخب الجماهير لن تقبل بغير الفوز على النيجر. في الجول أجيري رفضت تدريب كوريا من أجل منتخب مصر مشروع مثير للاهتمام. اليوم السابع مؤتمر صحفي لأجيري والمحمدي غدا للحديث عن مباراة النيجر. 1-3 أجيري يختار صلاح قائدا للمنتخب. في الجول غزال سأقدم أدواري في كندا مع أجيري والكرة بدون جمهور مثل التدريبات. يلا كورة مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة عبد الفتاح هدد باعتزال العمل العام. الشروق برزنتيشن تحصل على حقوق بس ودية المنتخب الأولمبي أمام روسيا. اسكو عن رونالدو لاعب مذهل ولكننا لا نفتقده في الملعب حاليا. ايضا صحيفه اس قالت ان اوزيل زيدان كان سبب انتقالي لريال مدريد. يورو سبورت عربيه نيمار يزرف الدموع من اجل العوده لبرشلونه. اليوم السابع قالت ان المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم قال انه هيقدم طلب للكاف علشان يمنحه محمد صلاح لقب افضل لاعب في افريقيا مباشره بدون تصويت للقب. ده هيكون في شهر يناير القادم او الجائزه دي هتتم طبعا تسليمها في شهر يناير القادم. فبالتالي المهندس هاني ابو ريده شايف ان الافضل ان يتم اعطاء هذه الجائزه لمحمد صلاح مباشره من غير تصويت. ده عشان محمد صلاح كان متواجد في افضل ثلاث لاعبين في اوروبا، كان في القائمه النهائيه وزي ما احنا عارفين فاز بيها مودريتش، وايضا كمان الاكثر اهميه انه متواجد في افضل ثلاث لاعبين في العالم بصاحبه ايضا مودريتش وكريستيانو رونالدو. فبالتالي هيتم تقديم طلب ده على حد كلام المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. ايضا اليوم السابع قالت ان اخر كلام خلاص اتحاد الكره هيتحمل راتب سلجادو بعد انضمامه لجهاز المنتخب. زي ما احنا عارفين ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد السابق خلاص انضم بشكل رسمي للجهاز المعاون لمنتخب مصر مستر اجيري، فبالتالي اتحاد الكره هو اللي هيقوم بتحمل الراتب بشكل كامل. ايضا فيتو قالت ان اجيري قال للاعبي المنتخب الجماهير لن تقبل بغير الفوز على النيجر. طبعا ده طبيعي، مباراه النيجر ما تقبلش القسم على 2 خصوصا ان احنا خسرنا اول مباراه امام منتخب تونس هناك في رادس بهدف للا شيء. فبالتالي مهم جدا المنتخب يقدر يؤدي اداء جيد ان شاء الله من خلال اول مباراه مستر اجيري، وايضا كمان الفوز وحصد الثلاث نقاط في هذه المجموعه العاشره التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه بالكاميرون الموسم القادم. ايضا 1-3 اجيري يختار صلاح قائدا للمنتخب. مستر اجيري يمكن قال ان خلاص هو عايز صلاح يبقى قائد للمنتخب، لكن احنا عارفين انه يعني في ترتيب وفي امور زي ما احنا عارفين في احمد المحمدي الاول وبعديه في حجازي وفي محمد النني وبعد كده محمد صلاح، فلسه هنشوفه. بالمناسبه خليني اقول لكم خبر ان محمد صلاح نفسه طلب من الجهاز الفني ومن اتحاد الكوره ان الموضوع يمشي بالسياق الطبيعي اللي متعودين عليه في مصر. الراجل مش عايز ان هو يكون كابتن منتخب مصر وفي ظل وجود اللاعبين الاقدم منه زي ما احنا عارفين دايما متعودين في منتخب مصر. ايضا في الجول قال غزال ساقدم ادواري في كندا مع اجيري والكره بدون جمهور مثل التدريبات. طبعا غزال عاد لمنتخب مصر ولعب مهم وجيد جدا وان شاء الله نتمنى له التوفيق مع منتخب مصر. روح سريعا ليلا كوره ومصدر باتحاد الكره ليلا كوره قال ان عبد الفتاح هدد باعتزال العمل العام. ده طبعا الموضوع ده نفى خلاص مصدر اتحاد الكره ما تردد عن استقاله عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكره من رئاسه لجنه الحكام. عشان نقرب للصوره بشكل اكبر خلينا ناخد على التليفون سريعا الكابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي. يا كابتن سمير مساء الفل عليك. مساء النور يا كابتن امير، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. شايف جزئيه يعني الجزئيه بالتحديد الخاصه بلجنه الحكام في اتحاد الكوره وما اثير خلال الفترات السابقه ومباراه الاهلي والانتاج بالتحديد والاخطاء التحكيميه اللي احنا شفناها في هذه المباراه، القصه دي شايفها ازاي من وجهه نظرك كحكم دولي قديم؟ هو
هو طبعا الكابتن امير طبعا كلنا اتفرجنا على الماتش اللي فات. طبعا كانت الاخطاء طبعا صعبه كتير طبعا وما كانتش مقبوله. تمام، وحس ان المباراه كان فيها حاجه غير طبيعيه. لان حتى انا لما كنت بحلل في القناه عند حضرتك مع كابتن سيد عبد الحفيظ انا قلت له ده اسهل استوديو تستني اقدر احلله النهارده طبعا عشان الاخطاء واضحه يعني. بتكلم في ضربه جزاء ما يختلفش عليها اثنين وبعد كده التسلل بحوالي مترين. فالمباراه 90 دقيقه مش طبيعيه يا كابتن امين الصراحه. طبعا طيب بس خلاص هي المباراه انتهت ونتيجه اتاثرت وانتهت المباراه. طيب انت من وجهه نظرك شايف الحل لهذه الامور يبقى ازاي يا كابتن سمير؟ يعني احنا زي ما احنا شايفين بعض الدول وبعض الدوريات بيلجأوا لتقنيه الفار او تقنيه الفيديو اللي من خلالها او اللي شفناها في كاس العالم، شفنا كمان السعوديه خلاص لعبوا تقريبا جوله في الدوري السعودي وكمان عاملين موضوع جديد جدا ان الجمهور اللي بيتفرج على المباراه من خلال شاشات التلفزيون يقدر يسمع الحكام بيقولوا ايه جوه الغرفه الخاصه بالفار، دي حاجه كمان جديده جدا. شايف ان ده حل ممكن يتم اللجوء ليه خلال الفتره المقبله ولا صعب هنا عندنا في الدوري؟ هو طبعا الحل الثاني ده مش مقبول اصلا من الاتحاد الدولي. ليه؟ ان المباراه ممكن تتنقل على الهواء عبر شاشات التلفزيون بس الاعاده بتبقى ممنوعه. الاعاده بتبقى ممنوعه تمام. الحكام ممكن لو الشاشه اتعملت للفي ار الخاصه بالحكام اصلا تعليمات من البروتوكول بتاع الفي ار اللي هو اتعمل في كاس العالم اللي يبص فقط على الجهاز الحكم لوحده. ممنوع اصلا حد يبص، فلا يمكن دي تبقى موجوده في الاستادات في اي مكان. ده كمان الاتحاد الدولي محددها، قال لك لو المدرب جه معاك في المنطقه بتاعت الاريا بتاعت الفي ار يتفرج معاك على الشاشه بتديله تحذير بعد كده تطرده. تمام، وجالك لعيب بتديله انذار. فطبعا لا، دي منطقه يجي فيها الحكم لوحده حتى الحكم الرابع ما يشوفهاش. يعني دي طبعا لا، يعني دي ممنوعه. انما انا بقول لك ايه الحل بقى في الموضوع القصه اللي احنا فيها. طبعا تقنيات الفيديو مهمه جدا بالرغم ان كان في كاس العالم برضه في بعض الاخطاء طبعا وكان في البي ار، هي بتقلل من الاخطاء، بس هي بتقلل من الاخطاء خصوصا اخطاء فادحه زي اللي شفناها في مباراه الانتاج والاهلي يعني. برافو عليك. بس انا رايي يا كابتن الاخطاء بتاعت النادي الاهلي دي والانتاج احنا محتاجين حاجه واحده بس، الحكم زي اللعيب، الحكم محتاج. طب والنبي بقول لك ايه يا كابتن سمير؟ كابتن سمير بالمناسبه بس عشان الفيديو او لقطات من مباراه الاهلي وانتاج والكره بتاعت وليد ازارو ضربه الجزاء، انا عايزك بس تشرح الجمهور المصري بشكل عام وظيفه الحكم الاضافي ايه؟ لان احنا شايفين الحكم الاضافي او الحكم الخامس متواجد والواضح على اسلوبه ان هو مركز جدا في اللعبه، لكن ما خدش قرار خالص ان الكره ضربه جزاء، فاشرح للناس الحكم الاضافي ده وظيفته ايه بالظبط داخل الملعب؟ طب الحكم الاضافي وظيفته لعبتين من ضمنهم اللعبه اللي موجوده دلوقتي على الشاشه اللي هي بتاعت وليد ازارو، بيبقى فيه اللي اما بتبقى فيه ركله جزاء واضحه من وهو شايفها لازم يبلغ عليها الحكم، دي اول وظيفه يعني هو اتعمل عشان دي. تمام، دي رقم واحد. رقم اثنين يا كابتن، لو في الكره عدت بين القائمين تحت العارضه والحكم ما شفتهاش، عارف يا كابتن امير الكره بتخش جوه الدور وبتخرج بسرعه دي او بتخبط بين القايم والعارضه وتنزل وتخرج، دي وظيفه رئيسيه من الحكم اضافي او الحكم الخامس. تمام، دي اهم وظيفتين. طبعا في المباراه بتاعت الاهلي والانتاج ودي اعتقد مباراه الواحد مش هينساها عبر التاريخ كله اصلا، دي لو الحاجات دي مثلا. طب تفسيرك ايه يا كابتن سمير انه ما حسبش؟ يعني تفسيرك ايه؟ يعني ان الحكم الاضافي ده انا مش عارف اسمه للاسف، الحكم الاضافي ده ليه ما حسبش؟ كابتن محمد ابو خاطر، ليه ما حسبش؟ التفسير الوحيد اللي عندك ايه او من وجهه نظرك يكون ايه؟ بصراحه؟ مش لاقي تفسير. والله ولا احنا، احنا مش لاقيين تفسير بقالنا اربع ايام اهو من ساعه الماتش عمالين ندور على تفسير مش لاقيين. يعني بص انا هو طبعا هو الله يكون في عونه وسيم بيمر طبعا يعني حاله نفسيه صعبه قوي. اكيد بالرغم الكلام ده ممكن يعني في ناس ما تقبلوش يسمعوه دلوقتي بس انا بقول لك الحقيقه. انا محمد، والغريب يا كابتن امير محمد من الحكام الكويسين جدا. انت عارف محمد، انت بقى لنا كام اسبوع بنلعب يا كابتن امير؟ بقى لنا خمس اسابيع صح؟ بالظبط. محمد ابو خاطر لعب سبع اسابيع. سبع ماتشات لعب ساحه وصفاره، ساحه وحكم خامس. انا التشتيت مش لاقيها، بس برضه عاوز اقول لحضرتك حاجه، الخطا مش على محمد بس عشان اكون منصف، في خطا مشترك بين الحكم
طبعا ابراهيم نور الدين مساعد الحكم، ومساعد الحكم هاني عبد الفتاح رقم واحد، مساعد الحكم برضه كوره قصاده مع محمد ابو خاطر. بس اللي انا سمعته بقى طبعا برضه انا سمعت كلام صعب شويه، ان يعني الكوميونيكيشن كان بينهم بيقول له لا الكوره ما فيهاش حاجه. طب ما هو ده دي مشكله اكبر، دي كارثه طبعا يعني مش فاهم يعني. طب هو ناقص ايه يعني يعمل له ايه عشان تبقى بيلينا؟ ما انا عشان كده اما حضرتك تقول لي التشتيت دي مش لاقي لها تشتيت. نيجي برضو حتى لو جبنا لعبه التسلل قدامنا يا شاشه، ما فيهاش تشتيت واضح والله. معلش عشان انا اسف انا مش لا مفيش مشكله. نيجي في حته التسلل برضو ما فيهاش تشتيت. يعني ايه التشتيت؟ يعني ممكن انا اجادل مع حضرتك ومع بعض اي مشاهدين، لا مثلا الكره اتلعبت امتى؟ في واحد مغطي؟ لا لا في واحد مغطي بحوالي متر ونص. فبقول لك دي مباراه يعني مش هتتنسي. نصايحك للحكام ايه يا كابتن سمير في الجولات الجايه؟ نصايحك طبعا كحكم كبير وخبره كبيره ودولي، قول لنا نصايحك للحكام ايه؟ لازم طبعا التركيز. الكره دي مش بتاعه خطا لجنه ولا خطا تعيين، ده كل الحكام دوليين طبعا. اللعيب يبقى مركز وما يستهينش بالمباراه. يعني الكره اللي احنا شفناها في التلفزيون دي ده ما فيش تركيز بالظبط، لان تركيز الكور سهله جدا مش محتاجه حد. بس النصيحه لازم التركيز واهتمام يا كابتن، لازم يبقى فيه اهتمام. طيب سؤال سريع يا كابتن سمير قبل ما اختم معاك، سؤال سريع قبل ما اختم معاك، هل انت مع الاتجاه؟ انا عارف ان دلوقتي في تفكير في اتحاد الكوره، وده خبر حصري عندنا هنا في قناه النادي الاهلي، في تفكير في اتحاد الكوره ان يجيبوا رئيس لجنه حكام اجنبي زي ما في السعوديه برضو نفس الموضوع. يعني لو الحكم الاجنبي الشهير او الانجليزي الشهير كلاتنبرج هو رئيس لجنه الحكام هناك في السعوديه، هل انت مع الاتجاه ده؟ لو تم اتخاذ هذا القرار هيبقى انسب ولا ايه رايك؟ حتى هيشيل الضغوط شويه عن الحكام وعن الانديه؟ لا 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 خالص، بس المشكله مش في رئيس اللجنه ولا في اللجنه، المشكله في الحكام. اللي اخطا ده خطا بتاع حكم مش رئيس اللجنه انه عين غلط، لا ده معين حكم دولي، ده رايي يعني. مش هيبقى ده العلاج. بس هو طبعا ولا في استقاله، كابتن عصام ما استقالش، لا بالعكس. النهارده كابتن عصام في المغرب عنده مباراه يرقبها في الاتحاد الافريقي، تمام، ومفيش اي نوع من انواع الاستقالات. كابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي الشهير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي وضح فيها العديد من الامور الهامه. نروح دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا ونبدأ بالصفحة الرسمية للنادي الأهلي. الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشرت صورة لأحد مشجعي الأهلي في العاصمة الإنجليزية لندن وهو يرفع كوفية الأهلي وعلقت صورة الأسبوع. نروح لأحمد الشيخ لاعب الأهلي اللي نشر على انستجرام صورة ليه علق ساخرا: ليس كل ما تخسره خسارة. إيه العمق ده؟ ماشي يا شيخ. ودلوقتي هنروح لمعسكر منتخب مصر في الاسكندرية واللي بيستعد لخوض مباراة النيجر السبت في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون. نبدأ بالكابتن أحمد شوبير اللي نشر صورة لمحمد صلاح وكتب: النيجر كانت وش السعد على محمد صلاح حيث كانت أولى أهدافه الدولية مع المنتخب في التصفيات المؤهلة للأمم الأفريقية 2012. وايضا نشر احمد المحمدي لاعب استون فيلا الانجليزي وقائد الفراعنه صوره له على انستغرام وهو لابس شاره الكابتن في مباراه سابقه للمنتخب وعلق عليها بنشر صوره لعلم مصر. ومهاجمنا المميز صلاح محسن نشر على صفحته على انستغرام صوره له مع محمد صلاح من اتوبيس المنتخب. وكمان نشر محمد عواد حارس المرمى فريق الوحدة السعودي على تويتر صورة له مع محمد صلاح من معسكر المنتخب وكتب: الأفضل على الإطلاق. أما حسين الشحات لاعب العين الإماراتي نشر على تويتر صورة مجمعة للاعبين من المعسكر. نروح بقى لعمرو طارق لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي واللي نشر صورة على تويتر من المعسكر ليه هو وعلي غزال لاعب فانكوفر وايت كابس الكندي وزميله في الدوري الامريكي. علي غزال بقى نشر صوره على انستغرام مع عمرو طارق برضو بس معاهم كمان تريزيجيه ولاعبنا المميز محمد هاني. نروح لرمضان صبحي واللي نشر تويته النهارده بيداعب فيها سفير بريطاني في القاهره اللي انهى مهمته في السفاره ونشر صوره ليه مع السفير وقت ما كان بينهي اوراقه سفره للاحتراف في انجلترا وساعتها اتصور السفير وهو واقف على الكوره اللعبه اللي كان مشهور بيها رمضان صبحي وقال: شكرا يا سعاده السفير على 4 سنين هتوحشنا وليك عليا سندوتشين شوكولانس من بابا عبده اول كل شهر.
أما أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني فنشر صورة على تويتر أثناء أداء وتدريبات علاجية للشفاء من الإصابة اللي حرمته من المشاركة في المعسكر الحالي للمنتخب، وكتب: الألم الذي تشعر بها اليوم سيصبح القوة التي تشعر بها غدا. وعالميا نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر تويتا أعلنت فيها بدء حجز التذاكر كأس العالم للأندية وطريقة حجزها من الموقع الرسمي للفيفا، وكتبت: تذاكر كأس العالم للأندية الإمارات 2018 متاحة للشراء على fifa.com. البطولة ستقام من 12 ل 22 ديسمبر في العين وأبو ظبي. نشر ليونيل ميسي نجم برشلونة الأرجنتين صورة على انستغرام النهاردة وهو مودي أولاده المدرسة في أول يوم دراسة. ونروح لصفحة يوفنتوس على تويتر اللي نشرت فيديو لرونالدو وهو بيتدرب لوحده. تعالوا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع مرة تانية. هو اللعيب اللي عنده هدف دايما بيحاول يطور من نفسه حتى لو كان كريستيانو رونالدو اللي هو أصلا مش محتاج أي تطوير. نروح لبيبي لاعب بشكتاش التركي ومنتخب البرتغال وصورة على تويتر هو وزملائه في المنتخب قبل مباراتهم الودية مع كرواتيا واللي هتتلعب النهاردة الساعة 9 إلا ربع، وكتب بالبرتغالية: لقد عدنا. أما موقع يلا كورة على تويتر فنشر صورة للكرة الرسمية لبطولة دوري الأمم الأوروبية وكتب: اليويفا يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة دوري الأمم الأوروبية. ونشرت الصفحة الرسمية لنادي أتلتيكو مدريد على تويتر صورة من تدريبات الفريق وكتبت: تدريب تدريب تدريب، نحن لا نتوقف أبدا. كما نشرت صفحة مانشستر سيتي الإنجليزي على تويتر صورة للاعب أجويرو اللي فاز بجائزة لاعب شهر أغسطس وكتبت الصفحة: نقدم لكم لاعب شهر أغسطس أجويرو، شهر مميز له، أحرز فيه اللاعب هاتريك. كان أجويرو أحرز 3 أهداف هاتريك في مباراة هدرسفيلد تاون اللي انتهى بفوز المان سيتي 6-1. أما البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان فنشر على صفحته على الفيسبوك فيديو بيناشد فيه البرازيليين التبرع بالدم وعلق على الفيديو: الآلاف من البشر يحتاجون التبرع بالدم يوميا في البرازيل، والآن أصبح الأمر سهلا، ما عليك إلا أن تدخل على اللينك لتعرف موقع أقرب بنك الدم لك عندما يحتاج أحدهم للتبرع، أنت أيضا ستتلقى تحذيرات، الأمر سهل ويمكنه إنقاذ حياة العديد من البشر. نروح نشوف الفيديو ده ونرجع مرة تانية. دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة دكتور عادل كريم المحلل والناقد الرياضي عشان نتكلم في العديد من الملفات المهمة الخاصة بالكرة المصرية بعد فاصل.